يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة وش عندي اليوم؟ حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة الشيماء ومحفظة الشاكيب وحذاء تاني اليمة ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف. وين رح نلقى هادو كامل؟ أريجي وفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يونك. أريج، التسوق للجميع. تفكرون في أداء مناسك العمرة واحترتم في اختيار شريككم من الوكالات؟ تبحثون عن خدمات راقية وبأسعار لا مثيل لها؟ العنوان واحد، وكالة مرمرة للسياحة والأصفار. تواصلوا معنا على الأرقام التالية. ما زلنا في اسطنبول العاصمة السياحية لتركيا، واللي تعتبر من أشهر وأفضل المناطق اللي تقدم فيها أشهر الوجبات ذات المذاق الطيب. وما راحش نختلفوا إذا قلنا أن المطبخ التركي من أشهر المطابخ العالمية منذ قديم الزمان، واللي يتميز تشكيلة واسعة من الأكلات الشعبية اللذيذة. وحنا في زيارتنا لهذا البلد جربنا الأكلات والحلويات، لكن دوما كنا حابين نلقوا إجابة لسؤالنا، وش يعرف الأتراك على المأكولة الجزائرية؟ ميكتير تشوف لذات لي شاكشوك شاكشوكا بدا زيتين لي تشوف لذات لي، يعني جالان هركيزي تافسيه ederim. Ekmek kısra, kısra ekmek çok süper, güzel oluyor. Çorbası da güzel oluyor. Yemeklerin isminden bir tanesi var ki çok güzel, lezzetli. Buzelluf diye hem ekmekleri hem yemekleri çok çok lezzetlidir. وما دام رانا نتعرفوا على الأكل التركي المشهور وبالصحبة التركية اللي اخترناها أن ترافقنا في مدة إقامتنا في هذا البلد، كنا محظوظين لأن تلقينا دعوة من طرف الشيف بوراك أوزديمير صاحب مطعم المدينة، اللي بمجرد سمع بوجودنا في هذا البلد وجهنا الدعوة. هذا المطعم اللي يتميز بطريقة تقديمه للمأكولات بطريقة فنية، واللي تصحبها عروض نارية وموسيقية، وهذا نظرا لشهرته الواسعة وتوافد المشاهير من الفنانين والنجوم من جميع أنحاء العالم، واللي يعتبر من أحدث المطاعم المتواجدة في اسطنبول. الساعة 8 ليلا وصلنا المطعم المدينة أو مطعم المشاهير بمدينة إتيلر، واللي كانت لنا دعوة من طرف الشيف بوراك الطاهي، اللي أثارت المقاطع الفيديو الخاصة به انتباه كل متابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،
واللي أحدثت شهرة كبيرة في تركيا، وحتى نكتشفوا سر هذا المطعم اللي خلاه يكون قبلة للمشاهير والنجوم من مختلف دول العالم. أهلا، تسلم تسلم. كولي غارسن، تحية مسائية مشاهدنا الأفاضل أوفياء قناة البلاد الجزائرية. ما زلنا في تركيا إسطنبول، وبالتحديد في منطقة إتلر. اليوم عزيمتي من طرف الشيف بوداك، صاحب أكبر مطعم للمشاهير والفنانين والنجوم العالميين، مطعم المدينة. الكثير من المفاجآت راح تكتشفوها معنا في هذه الزيارة لهذا المطعم من قبل هذا الشيف المحظوظ جدا بتوافد كبار الشخصيات على هذا المطعم، نظرا للكثير من الأشياء والفسيفساء من الحركات أثناء تقديمه للأطباق، وبطريقة عجيبة جدا جدا راح تكتشفوها سويا معنا في هذه الزيارة. تابع. الشيف بوراك أوزديمير من مواليد عام 1994، واللي يعمل في مهنة الطهي منذ أن كان عمره 16 عام، وتوارث هذه المهنة عن جده ووالده، وكان أول مطعم لعائلته في منطقة أكسراي بإسطنبول، إلى أن فتحت عائلته فروع أخرى للمطاعم في منطقة تقسيم وفي منطقة إتلال. الشيف بوراك أوزديمير فتح قلبه لبرنامجنا حتى يتعرفوا عليه محبي أكثر. شيف بوراك، أنا ممنون جدا لهذه الزيارة ودعوتك الكريمة أن يكون مطعم المدينة بتركيا، وإن شاء الله حتكون أول مرة وما راح تكون آخر مرة بهذا المطعم إن شاء الله. بسرعة والله، أنا اسم بوراك بارف. المطعم المدينة أخذ شهرة كبيرة بحكم توافد المشاهير من الفنانين والنجوم كرة القدم وحتى كبار الشخصيات من كل الدول على مطعم المدينة، كيف هو إحساسك؟ أنا كتير حب جزائر، جزائر ناس والله كتير حلو، كتير كويس ناس. حلو. أنا عندي مطعم، أنا جدو عندي مطعم 50 سنة من زمان. عندك مطعم؟ أما أنا من هطاي أنطاكيا، أما عندك مطعم صغير. بعدين أنا افتح مطعم بالأكسراي، تعرف مطعم ثاني؟ بعدين تاكسين، بعدين إتلا. شو مطعم مدينة ليش غير كل المطعم؟ شو مطعم مدينة حب شكل. مطعم مدينة مو شوف زبون مو نورمال، شوف مثل عائلة. أنا عندي مسبح، أنا لحم كل يوم جديد، واحد يوم سوي جديد لحم إجا. في كمان في فواكه كمان إجا من داخل. أنا كلمت عندي مسبح، شوف أنا جد فكر افتح مطعم، افتح حب شغل، افتح حب مطبخ. بعدين افتح صغير مطعم بحطايا تاكيا. بعدين شوف كل الناس إجا، يعني شو فكر؟ كل المطبخ مشهورين، إيطاليا، فرنسا، كل مشهور. أما في حطاي في تركيا مطبخ كتير حلو، في العثمانية من زمان مطبخ كبير. بعدين فكر شو افتح مطعم إسطنبول، في مطعم تاكسيم والله إجا من بكر، صار 8 إجا مطعم. أنا أبويا، عشان أنا أبويا عندك 3 مطعم، ليش إجا؟ كتير لازم شوف كل يوم تشوف جديد، فكرة جديد وأكل جديد، كل يوم تنظيف حلو. شكرا هيا الحمد لله. هي عندي 3 مطاعم، أكسراي وتاكسيم إتلر، مطعم مدينة 3 مطاعم. أما أنا فكر افتح بلكي دبي، أما هلا أنا فكر شو مطعم مدينة اسمه لازم تسوي أكثر من هذا. فواكه صح، فواكه هي هون، في هون كمان، هون أحلى، هون أحلى. فكر هي يعني كل يوم كل سفر لازم فكر فكرة أحلى. بس كيف تعلمت هاي الطريقة أنه تطبخ على الملح هذا؟ أي نعم، شنو بلا حتى انفاكيا كثير حب شو شنو من زمان حتى ريحانيه عندك دجاج بالملح كثير حلو. الشيف بوراك صاحب الابتسامه العريضه واللي ربما راح ينافس قريبا الطباخ التركي الشهير نصرت المعروف باسم حبيب الملح. الفت انتباهنا ترحيبه الشديد بضيوف الاجانب والاتراك منذ دخولهم للمطعم وحتى مغادرتهم، واللي يشوف أنه رأس ماله الأول هو رضا الزبائن على خدماته وراحتهم قبل جودة الشيء اللي يقدمه. أنا أفتح مطعم مو صعب، أفتح مطعم بسيط. أما شو صعب؟ لازم شوف مطعم،
انا عندي مطعم انا متابعة يعني. انا كل يوم الساعه 10 انا اجي هون اللحم اجى انا اشوف انا اسوي باللحم انا اسوي مطبخ بعدين اشوف سيرفيس بعدين اشوف ازبون بعدين انا اسكر المطعم انا رايح بالبيت. مطعم المدينه اللي تحول اليوم لقبلة لكل المشاهير والنجوم والسياح من مختلف دول العالم حتى يتمتعوا باللوحه الفنيه اللي يتفنن الشيف بوراك والطاقم اللي يرافقه في تقديمها للزبائن. اليوم الشيف أزدمير في لقائنا معاه حاب يكشف على السر تاعه. اكيد انه طريقتك وشهرتك في هاي في تركيا اللي وصلت للعالميه من خلال كل المشاهير لها سر. ممكن نعرف السر تعاملك واللي خلى هذا المطعم يكسب شعبيه كبيره في تركيا وفي كل العالم. عالم كثير اجوا ممثلين كثير اجوا مار الاندار وكهرمان كل اجى مطعم كل انا دير حداد اليستا فراق وانا ما انا صديق امتى اجى تركيا لازم اجى مطعم مدينه ايش عنده ألف كويس لازم يعني زبون مش مطعم مدينة كل الناس مو أنا كل الناس أنا أبويا أنا كل الشغل هون شوف عائلة كل الناس بيقول أنا بحبها شو ليش اتساب شن أنا أبويا شغل كل يوم أنا أكلم بابا أنا أبويا شغل لازم مبسوط هاي حركة شو ليش زبون هيجي هون هون مثل بيت شن كل الزبون أنا مسافر إجا هون شوف اتساب بعدين شوف أكل ابتسام حلو أكل حلو مقابلات حلو الزبون عجب إن شاء الله كويس. من سنتين جيت مرة لهون ولا جيت لهون أنا وزوجتي وحبيت إجي لهون حسيت انه الفرق كبير بين هذيك السنين وهلا. هلا الوضع اضبط بالاستقبال بالاكل بكل شيء بكل شيء كويس. هو يعني من شي سنتين كيف تعرف على هالمطعم؟ والله في صديق لإلي دلني عليه وجيت عليه وهلا انا بنصح كل اصدقائي اللي بده يجوا من لبنان يزوروا هالمطعم مش راح يخسروا. يعني على تركيا ولا تيجي مره اخرى على تركيا لازم تيجي على مطعم اكيد راح اجي كرمال مطعم المدينه. رمضان حلو رمضان عندك منيو بالليل انت صلحت في منيو كله مع بعض تاكل رمضان كريم لازم كل الناس مع بعض اكل بصلح ساعة صلح شندي انا هون فيكس منه كثير هون زحمه الحمد لله ايه بعدين كله مفتوح اشتري فطور حلو الحمد لله استنيك رمضان. بابتسامة عريضة ينشر الشيف بوراك يومياً مقاطع فيديو تثير انتباه متابعيه ولتتبعها تعليقات كبيرة من قبل معجبين حتى من الجزائر واللي فضل الشيف أزدمير أنه يشكرهم من خلال لقائنا به. الشيف بوراك يعني فيه كتير محبين من الجزائر بيحبوك وبيحبوا طريقة تقديمك للأطباق ووصفاتك ويتابعوك على صفحتك على اليوتيوب. يعني شو بتقول كلمة للجزائريين؟ صديق من الجزائر، جزائر حلو ناس، كويس ناس، إن شاء الله لازم أرجع مطعم مدينة، لازم أكل، شوفي أنا هون. في الأخير الشيف بوراك فضل أنه يهنأ كل الجزائريين وشعوب العالم بقدوم شهر رمضان المبارك وخلنا نتمتع احنا أيضا بروعة مذاق أطباقه اللي تفنن فيها وفي تحضيرها لنا. رمضان كريم جزائريين كل العالم أهلا وسهلا مطعم مدينة. غادرنا مطعم المدينة أو مطعم المشاهير في انتظار دعوات أخرى من طرف صحبتنا التركية في الأعداد القادمة. مش
مشاهدينا كما تابعتم كنت سعيدا جدا بدعوتي من طرف شبورك صاحب مدعم المدينة مطعم المشاهير من الفنانين ونجوم العالم. دعوات أخرى إن شاء الله دائما لي في تركيا نخليها لكم مفاجأة في الحلقات القادمة. تابعونا. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة وش عندي اليوم؟ حوايج الإناث، هدية الأمين، لعبة الشيماء ومحفظة شاكيب وحذاء تاني اليمة ويخصني المكياج وطقم الأواني للضيف. وين رح نلقى هادو كامل؟ أريجي وفر لك كل طلباتك بالجودة والسعر اللي يونك. أريجي، التسوق للجميع. أداء مناسك العمرة واحترتم في اختيار شريككم من الوكالات، تبحثون عن خدمات راقية وبأسعار لا مثيل لها، العنوان واحد، وكالة مرمرة للسياحة والأصفار. تواصلوا معنا على الأرقام التالية